السلام عليكم، انا عبد الله الهاشمي من الامارات. انا شريك عماد الدين كامل في مركز هابي بوز سنتر. الخدمات اللي نقدمها للعملاء هي اقامه الكلاب في عنابر مطابقه لاعلى المواصفات العالميه، زائد الرعايه والاهتمام على يد عمال مدربين. زائد لاول مره في مصر والعالم العربي نقدم العلاج الطبيعي بالماء متمثلا بأحواض السباحة، زائد العلاج بالإبر الصينية والعلاج بالليزر والأشعة تحت الحمراء على يد أطباء مصريين. كثير يسألني ليش استثمرت في مصر. السبب، أول سبب، هو أن بين مصر والإمارات دائما كان هناك في علاقات أخوية قديمة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه. والمتابع لأحوال مصر حاليا يلاحظ أن صار في استقرار أمني، زائد أن الدولة تشجع الاستثمار الأجنبي. الشيء الثاني، معرفتي الشخصية بعماد الدين. عماد نعمل مع بعض من سنتين، وهو اللي علمني الشغل أصلاً، فكنا نقعد مع بعض ونتكلم كثير عن المشروع هذا. كان يكلمني وواضح كان عنده حب للكلاب، زائد عنده خطة واضحة، مش بس مجرد شغف في الشيء، لكن عنده خطة عملية. وهذا اللي شجعني إني أستثمر معه، لأني أعرف إن ما دام عندك في حب في الموضوع، في شغف، زائد إنه في خطة عملية، المشروع راح ينجح 100%. ودائما راح نلاقي العملاء. كل شيء وله ناس يحبونه.